وصلنا واحدة من الممرات اللي اشوفوها بعدها موجودة، بس الممر مسدود بسبب الكلس، كمية الكلس من الأمطار اللي تنزل. هذا كله كلس، هذا ملح، هذا التكلسات كلها، يعني ما عندنا صخور، ما عندنا حجر، فقط نشوف كلس. يعني كل مكان وين ما تباوع كلس، وين ما تباوع هذا كله كلس. تشوفون هاي كلها تكلسات، هاكم هاي التكلسات، هاي فهاي التكلسات هالقد ما نازلة ويجر في المي سادة المجر اللي ينزل بعد بعمق الجبل. فمن هاي بعد ما عندنا، إذا تشوفون هذا المنظر، طبعا أنا هنا هسه بمكان المنظر خرافي. احنا هنا وصلنا العمق، يعني احتمال او اعتقد اكو فد مجال مغناطيسي، لان الصوت بدا يقطع، الكاميرات صارت اكو فد صعوبه بالتشغيل بالارسال، كلش صعب هنا صار، فدا نعتمد على الكاميرات والصوت الخارجي والجو العام، لان بعد ماكو اي ارسال دا يصير هنا. وهذا منا بعد مغلق، هاي منا صارت تكلسات كليتها و دهاليز كلش ضيقة ومغلقة، فبعد ما أعتقد أنه نقدر نتوغل أكثر، وحتى الأكسجين كلش قل، والجو صار هو رطب بس بيفد نوع من الدفو. فتشوفون الكلس شلون دا يلمع، عباك مجوهرات، عباك ألماس، يعني باعوا فتشي، فمن يقدر يصنعه؟ ما حد. طبيعة لعبة دورها هنايا. طبعا واني دا انزل هنايا في الطريق شفت حيوانات او طيور بالاحرى متحنطه باقيه بس اجزاء من عظامها، لان جوز كانت مصابه واقعه هنايا وما قادر تطلع. في نهايه المطاف قد بس عظام، فنتابعكم وتشوفون وياي اذا تبعون هنا كل زين. هياته هاي الجمجمه وهاي باقي اعضاء الطير اللي متحنط هنا او اللي صاير فقط عظام. شباب حنكمل احنا والتيم مالتنا هنا، مزود الطريق ما نقدر نواصل لانه الفتحات كلش صغيره، وطبعا درجه الحراره اللي تعلى عندنا، يعني انا من شفتوني قبل شوي كنت لابس جاكيت لان برا بارده، هنا صارت كلش حاره، فحنكمل ننزل وتابعوا يعني. لانه السقف حاد زين والمكانات ضيقه وكلش وعره. صحيح انه لان التكلس يساعد على انه تقدر تشلب وتصعد، بس اكسجين ما بقى عندنا، فحنحاول نرجع نراجع ادراجنا. طبعا انا كنت كلش خايفه على اصدقائي لان نزلوا بمغاره كلش خطره وما كنا نعرف شنو يعني بيها جوا، وفجاه كنا احنا متواصلين وياهم انقطعت نقطة الاتصال بيناتنا. شبكات ماكو جوا طبعا، او بس انا كلش زعلانة لان كان كلش عاجبني انزل وياهم بس هم ما خلوني. طبعا ما خليها لانه الكادر كله برقبتي، واني اهم شيء عندي امان التيم مالتي والسيفتي مالتهم. حتى لو نكون بأوعد نقطة، حتى لو نكون بأي مكان، حتى لو عندنا تصوير، هذا كله ما يهم، اهم شيء عندي أمان الكادر مالتي وصحتهم وسلامتهم. لهذا المكان خطر، الشباب اللي نزلوا الله يعطيهم الصحة والعافية نزلوا على مسؤوليتهم، ما نزلوا بجبر أو بغير إرادتهم. فالمكانات الخطرة اللي أشوف بها خطورة أنا ما أريد الكادر مالتي خاطر بحياته نهائياً. إحنا اليوم وصلنا لأبعد نقطة صحيح، بس مو لأبعد نقطة بالطريق، المسافة كنا بأبعد نقطة تحت الأرض، فالمتاعب والمشاكل اللي شفناها كانت يمكن ما مبينه بالكاميرا، بس كنا كلش على اعصاب هوايه، خاصه سلامه الكادر واحد واحد من كان ينزل ومن كان يصعد. والحمد لله والشكر قدرنا نوصل الابعد نقطه تحت الارض اللي هي تقريبا 25 الى 30 متر، وحتى وصلنا مناطق انه معدات التصوير وقفت، اداء الصوت وقف، ما نقدر كل شيء نسوي، فاضطرينا انه ناخذ الحياه الطبيعيه ونكمل التصوير مالتنا. خلوكم ويانا بالجنه اللي عايشين بها احنا على مود نكمل ونواصل الابعد نقط نقدر نشوفها بعراقنا الحبيب. يعني فشي
مخيف، مرعب، صعب، بس تجربة كلش حلوة. والشيء الحلو أنه حتى أتذكر أنه أنا ما كان هذا حلم، كان حقيقة، وحتى تبقى ذكرى. هذه وحدة من الأملاح الكلسية اللي صايرة بفعل قطرات المي اللي راح تكون بداخل الكهف نفسه، فمكونتها هذا صخر كلسي حتى يثبت أنه أني أول مغامرة دخلت هذا الكهف بجبل بنباوي.